بالتأكيد بنتكلم دايما مع حضراتكم على البرامج الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان، لكن الجديد اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي من خلال مبادرة أطلقتها وزارة الصحة، مبادرة جديدة لمكافحة وعلاج الإدمان، لكن بنتكلم في الوقاية. الوقاية بالتأكيد خير من العلاج، دايما بنقول الكلمة دي، لكن بنطبقها دلوقتي على أرض الواقع مع طلاب المدارس الإعدادية والثانوية من خلال هذه المبادرة. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل هذه المبادرة من خلال ضيفتنا الكريمة دكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي دكتورة رغدة. قولي لنا المبادرة دي عبارة عن إيه بقى وأهدافها إيه هي؟ الحقيقة المبادرة دي واحدة من ثلاث مبادرات اعتمدها معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، ويوافق عليها معالي سيادة رئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن المبادرات الرئاسية اللي مختصة بالصحة النفسية. المبادرة اللي بنتكلم عنها النهاردة دي مبادرة وقاية والعلاج من الإدمان، بتعتمد على محاصرة المشكلة بتاعة الإدمان من جذورها، يعني واخدين المشكلة من أساسها من البداية. بننفذ برامج وقاية معتمدة وبأدلة علمية وبتعتمدها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للمعني بالمخدرات والجريمة، مرورا بالتوعية والاكتشاف المبكر للحالات اللي عندها. أيوة، إيه الفارق ما بين الوقاية والتوعية، ولا هي دي بتؤدي لدي؟ ده سؤال حلو جدا الحقيقه. احنا فكره الوقايه هنا ان انا امنع الشخص او ما نسميهم بالهاي ريسك جروب او الفئات اللي اكثر عرضه للخطوره دي ان انا امنعهم واحميهم من الوقوع في المشكله اساسا. التوعيه بتبقى درجه ثانيه من الوقايه، يعني الوقايه في درجه اوليه ان انا احمي قبل ما يحصل، اكون جواه مقومات تساعده انه ما يقعش في مشكله الادمان. يبقى عنده نفور من هذه الحاله. بالظبط، يعني يبقى عنده وعي انه أنا مش محتاج ألجأ لدي علشان وعشان وعشان. الوقاية بترد على المفاهيم أو بتصلح مفاهيم كتيرة جدا، وبتبني شخصية الشاب أو المراهق ده بطريقة إيجابية، بحيث إنها بتساعده إنه يحمي نفسه مش بس من الإدمان، من كل السلوكيات الخطر. يعني إنه الإدمان بكل أنواعه، السلوكيات اللي ممكن بنسميها اضطرابات المسلك اللي هي ممكن تبقى مشاكل سلوكية بنقابلها كتير جدا. هنعمل ده إزاي بقى مع الطلبة في المدارس؟ يعني إيه الآليات اللي هنعتمدها للرقابة الأولية دي؟ الحقيقة احنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعد ما معالي الوزير اعلن المبادرة من حوالي شهرين، بدأنا التنسيق لدمج محتوى وقاية اولي معتمد من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة اسمه برنامج فواصل او Unplugged. هو عبارة عن محتوى نقدر نقول محتوى دراسي، يعني هو هيبقى عبارة عن حصة بتتم تنفيذها بشكل أسبوعي مع طلبة المدارس الإعدادية، تحديدا الصف الأول الإعدادي، عبارة عن 14 حصة أو 14 جلسة. منهج يعني؟ منهج دراسي؟ منهج يتم دمجه في المناهج الدراسية بحيث أنه هو يبقى أساسي، وهو بيستهدف زي ما قلنا بناء القدرات الشخصية والمهارات الفردية، بيستهدف الوعي بالذات أنه يحسن وعي الشباب أو الطلبة دول بذاتهم، بيستهدف تحسين مهاراتهم في الرفض لرفض كل السلوكيات الخطر، وبيستهدف كمان مش بس يعني ضد المخدرات او رفع ده يعني مهاراتهم قصاد المخدرات، كمان من الاساس قصاد التدخين. وبيرفع المهارات الفرديه دي للتعامل مع المشاكل، لاخذ القرارات، للتواصل مع الاقران، للتواصل مع الاسره ومع الاهل. ده المحتوى اللي احنا بنسعى لدمجه في المناهج التعليميه، بحيث ان احنا يعني بنستهدف حوالي يمكن 2 مليون طالب في الصف الاول الاعدادي، بالاضافه بيشملوا المدارس الحكوميه، المدارس الازهريه. خلينا نتكلم بشكل يعني مفصل اكتر، عدد المدارس، المناطق المستهدفه، حضرتك بتتكلم دلوقتي على 2 مليون طالب في المرحله الاعداديه فقط، طب وقد ايه في المرحله الثانويه؟ يعني هو المحتوى ده بما انه زي ما اتكلمنا انه بيتكلم على البرايمري بريفنشن او الوقايه الاوليه، فهو بيستهدف فئه عمريه معينه اللي هي بتبقى المرحله الاعداديه. المرحله الثانويه احنا بنستهدفها الحقيقه ببرامج التوعيه اكتر، يعني ان هم يمكن المرحله دي بيبقى تجاوزوا المرحله اللي ما عندهمش يعني الوقايه في المرحله الاعداديه والتوعيه بعد كده المرحله التاليه تبقى المرحله الثانويه. بالظبط، يعني هدي لحضرتك مثال. مثلا احنا في شهر فبراير اللي فات كان عندنا حمله توعيه في كل المدارس الاعداديه والثانوية، بنستهدف بيها طالب الثالثة اعدادي والمرحلة الثانوية كلها. الحملة دي اسمها تقدر من غيرها.
الهدف من الحمله دي ان احنا بنرد على المفاهيم الخطا اللي الشباب بيقولوها لبعض عن المخدرات. ان انت عشان تبقى روش لازم تشرب مخدرات، علشان تبقى تعرف تذاكر وتركز لازم تاخد مخدرات، عشان تعرف تتكلم قدام الناس وهو تاخد مخدرات. فاحنا الحمله دي بقى التوعيه اللي احنا بنوجهها للشباب او طلبه المرحله الثانويه. طب نرجع لاعدادي كده، وانه ده هيتم تدريسه كمنهج، في هيتم دمجه في مناهج التدريس بالزبط. هتعلم الطالب او هتشتغل على مهارات الطالب، يعي قدراته، يقدر قيمته وذاته. مين اللي هيدرس المنهج ده للطلبة؟ يعني بالتنسيق مع التربية والتعليم، في إدارة في وزارة التربية والتعليم، إدارة التربية او التوجيه النفسي. احنا بالفعل المنهج ده عملنا عليه زي بايلوت او تجربة في حوالي 4 محافظات في البحر الأحمر، عملناها في أسوان، عملناها في الفيوم، دربنا أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين موجودين في المدارس، وبدأوا ينفذوا على مدار السنة اللي فاتت الجلسات او الحصص اللي احنا قلنا عليها دي. والحقيقة الفيدباك بتاعها او المردود بتاعها كان اكتر من رائع. فاحنا دي كانت بايلوت كده، على اساسها بالتنسيق مع التربيه والتعليم هيبقى عندنا حصر بكل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين اللي هيتم تدريبهم لتنفيذ المحتوى ده ان شاء الله لما يتم اعتماده في التربيه والتعليم. طب ايه الفارق، وكان يمكن في المقدمه قلت الكلام ده، الفارق ما بين هذه الحمله، واحنا بنتكلم على حمله دايما او الحملات عامه بنتكلم عليها انها بتخاطب هذه الفئات كلها الاكثر تعرضا اللي احنا بنتكلم عليها قبل كده، وهذه الحمله؟ يعني زي ما حضرتك قلتي، هو في حملات كتيرة جدا سواء للتوعية للشباب والمختلف الفئات المجتمعية. زي أي مبادرة رئاسية بيبقى الهدف منها التشبيك أو الانتجريشن ما بين كل الجهات المعنية. المقصود هنا أنا مش عايزة أعمل حملة بس لمدة معينة وتنتهي، أنا عايزة الموضوع يبقى مستمر ويبقى فيه تنسيق ما بين كل الوزارات المعنية. يعني احنا بنتكلم الصحة والتضامن والتربية والتعليم، التضامن طبعا، صندوق المكافحة طبعاً. شريك أساسي طبعاً. التعليم العالي تقدر من غيرها، احنا نزلنا فيها في جامعات الشباب والرياضة، احنا نزلنا في نوادي وفي مراكز شباب. الهدف هنا إن هي تبقى فرصة تنسيق بقى وتوحيد الجهود بالظبط، تكامل ما بين كل الجهات المعنية. وده الحقيقة البلان والخطة اللي اتحطت للتنسيق فيز ده، انه كل حتى في حمله تقدر من غيرها اللي قلت لحضراتكم عليها. احنا السنه دي نفذنا الحمله ووصلنا لحوالي 104,000 طالب. الحقيقه ان احنا كان عندنا تعاون مع كل القطاعات، شباب ورياضه، تربيه وتعليم، صندوق المكافحه، التعليم العالي، القطاع الخاص، الكنيسه، الازهر الشريف. فدي كان زي يعني قلنا نقدر نقول كده ايه تجربه، ان احنا نقدر من خلالها ناخد خطوه ثانيه في المبادره بنفس الطريقه ونفس الاليه برضو ان شاء الله. حاجه عظيمه جدا. شكرا دكتوره رغده الجميل، مدير اداره علاج الادمان في الامانه العامه للصحه النفسيه. شكرا شرفتينا وافدتينا. شكرا لوجودك معانا.